صباح الخير مشاهدينا الكرام، على حضراتكم يوم جديد بنتمنى ان هو يبقى يوم سعيد يا رب عليكم ومحققين كل اللي تتمنوه. صباح الخير يا عبيده، وحشتيني. صباح الفل يا فاتن، وحشتيني. صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدين صباح البلد، يومكم زي الفل ان شاء الله. عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامله ايه في الاجازه؟ بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. بقالنا كتير ما قعدناش القعده الحلوه دي. ايوه، ودياب اللي قاعد معايا على طول الحقيقه، قاعد معايا على طول. جيت مكانه. ايوه خلاص، احنا قلنا لدياب يلا انت مع السلامه، سيدات احنا هنشتغل النهارده كده. خلينا نبدا بقى نقول لحضراتكم النهارده يوم الحقيقه كان فاصلا في تاريخ مصر. النهارده 3 يوليو ما بننساهوش، لان اليوم ده هو اللي تم فيه القضاء على الجماعه الارهابيه عام اسود. حكمته جماعه لم تراعي سوى مصالحها، لم تراعي مصالح هذا الوطن. الحقيقه 3 يوليو كان يوم كاشف امام العالم اجمع. وعشان 3 يوليو هو يوم مش عادي، وعشان احنا كل سنه في 3 يوليو لو حضراتكم تلاحظوا كده تلاقي عندنا حدث حلو امتداد ل 3 يوليو 2013، احنا النهارده امام حدث هام للغايه، هو اداء الحكومه برئاسه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليمين الدستوريه امام السيد رئيس الجمهوريه. طبعا احنا من امبارح بنتابع كلنا الاحداث، تقريبا متوقع خروج 20 وزير من الحكومه اللي كانت موجوده وقدمت استقالتها، هيتم دمج بعض الوزارات. ان شاء الله الحكومة الجديدة تكون على قدر المسؤولية، تلبي احتياجات الشارع والمواطنين، لأن الحقيقة هي عليها عبء كبير جدا. ده حقيقة، الفترة اللي جاية صعبة، محتاجة سياسات من نوع خاص. احنا النهاردة هنتابع الأخبار طبعا مع حضراتكم أول بأول، وهنقول لكم كل المستجدات، وبرضو عندنا فقرة مهمة النهاردة هنحاول نتعرف فيها على احتياجات المواطنين من الحكومة الجديدة. نتمنى أن يكون في استماع لمطالب المواطنين والعمل على استجابة تنفيذها، وكمان فتح ملفات تواصل مباشر، واهم حاجه الرد على الشائعات اول باول. ده مهم جدا. مهم جدا. عارفه دايما عموما يعني في علم الاداره يقول لك ان نجاح اي حكومه مرهون بالرضاء المواطنين عن ادائها وبفكره تلبيه متطلباتهم، بس طبعا مع الظروف الصعبه والاحداث اللي بتحصل والظروف العالميه اللي بتبقى خارجه عن ارادتك، ده ممكن دي كلها بتبقى احداث مؤثره على الاداء الحكومي. طبعا. فاحنا بنتمنى طبعا يا رب ان الفتره اللي جايه تكون فتره يعني اخف حده شويه، ونقدر ان احنا نتعامل مع مشاكلنا بشكل افضل باذن نروح الله. بقى فين نبدا حلقتنا؟ صباح الفل. بصوا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده الحقيقه وانا مش عارفه هو المفروض ان احنا نضحك ولا نخاف ولا نقلق ولا يحصل لنا ايه بالظبط، بس هو بالنسبه لي شيء مرعب، لان عموما يعني فكره ان الروبوت او الانسان الالي يحل محل البشر دي بالنسبه لنا يعني فكره عموما يعني غريبه، لكن ده بقى واقع، ولسه على فكره يعني لسه واضح ان السنين اللي جايه بتحمل لنا الكثير من المفاجآت. بس بالفعل زي ما انا قلت لحضراتكم الروبوت متواجد معانا، الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى موجود في كتير من المهن. الخبر اللي هقوله لحضراتكم هو خبر ممكن تسمعه مثلا، او كنت تفتكر انت ايه بتشوف فيلم خيال علمي، تشوف فيلم اجنبي كده اللي هو يقعد يجيب لك الناس الروبوتات وهم ماشيين ومعارك وحاجات كده. لكن الخبر الحقيقه اللي منتشر لانتحار روبوت في كوريا الجنوبيه، والغريبه ان الروبوت ده كان بيشتغل في وظائف في مؤسسه حكوميه، وزي اللي طلع كده ان هو كان روبوت عليه مسؤوليه كبيره جدا، هو بيشيل ورق وبينقل ملفات، وهو الوحيد اللي مصرح له انه يركب الاسانسير، وعلى انه لان هو بيتنقل ما بين الادوار، فواضح يا حرام ان ضغط الشغل عليه كان كتير. ضغط الشغل عليه كان كتير، الملفات كانت كتير، الملفات كان كتير شالها، يعني الحمل تعب يا جماعه الله اعلم، بس حتى الروبوت تعبان. فالحقيقه ان فجاه يعني زي ما العاملين او شهود العيان اللي شافوه قالوا ان هو كان بيشتغل كتير جدا، وبعدين اتفاجئوا ان هو بيلف كده كام لفه حوالين نفسه، وبعدين راح رامي نفسه على السلالم، نزل تقريبا متكسر فتافيت يعني مليون حته زي ما احنا بنقول. انا مش عارفه بقى هو الروبوتات اللي مش قادره تشتغل زينا ودي حاجه يعني تبسطنا، ولا هم ايه اللي حصل لهم، ولا بقى عندهم امراض نفسيه، الحقيقه حاجات كتير احنا مش فاهمينها. لكن خلينا ناخد بقى التفاصيل الدقيقه العلميه من ضيفنا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير يا فندم.
صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس احمد، ازيك؟ تمام. انا كروبوت يعني انا ما اقدرش يعني اشتغل الشغل ده كله بصراحه. لا والله تعبت صح. نقل ملفات طالع نازل، الراجل في الاسانسير تعب. كان على فكره ده كان الروبوت الوحيد اللي بيسمحوا له بياخد الاسانسير يا باشمهندس، يعني الروبوتات الثانيه كانت بتروح وبتيجي على السلالم في الطرق، لكن هو كان مرفه يعني. هي الفكره كلها بس نتكلم بكلام تقني شويه. نتكلم كلام مهم. اول حاجه كده انا عايز اطمن الناس، وانا بحييك على المقدمه الكويسه دي، انا بس عايز اطمن الناس بشكل كبير جدا ان عمر ما الاله تتغلب على صانعها، ومفيش روبوتات هتاخد مكان البشر ولا حاجه، دي حاجه احنا متفقين عليها، لان كده كده احنا اللي صانعين الاله دي، واحنا اللي حاطين لها المسار التكنولوجي بتاعنا ان هي تمشي على نفس المسار التكنولوجي اللي احنا حاطينها فيه. بس اللي حصل ايه بقى عشان الناس تعرف القصه وما فيها، ان الروبوتات دي بيحصل فيها خلل برمجي زيها زي الكمبيوتر، زيها زي الموبايل، زيها زي اي حاجه موجوده. فاول ما يحصل خلل برمجي اكيد ممكن ينحرف عن مساره ويمشي يمين، ينحرف عن مساره يقف ويهنج، ينحرف عن مساره ويقوم واقع، البطاريه بتاعته ممكن تكون تسخن، مش محتاجين نديله طبعا اي مسكن ولا حاجه، ده هو بيقع من طول مره واحده. دي مشكله الروبوتات. ففكره انه انا تخيلتها كده ماشي او يكون انا تخيلتها كده، يعني انا تخيلتها ان هو حصل عنده عطل، هو ماشي بسيستم، يعني ده تخيلي، ما اعرفش بقى حضرتك اللي هتقولي. صحيح طبعا. ان هو ماشي بسيستم معين، حصل خلل في السيستم ده، عمل حركات يعني مش محسوبه من ضمن البروجرام بتاعه، ووقع على السلم، يعني مش فكره انه انتحر صح؟ لا لا، ما انت ما فيش حاجه اسمها كده. احنا في حاجه اسمها، يعني فكرت معاها وانتوا معايا على الخط دلوقتي، انه في حاجه اسمها تكنولوجيا التجسيد. يعني احنا كبشر بنحب نشوف الحاجات الالكترونيه بتعمل زي البشر بالظبط، وخصوصا الروبوتات. فلما بيجي حد يخترع روبوت بيحب يقلد الانسان بالملي بكل تجاربه، فاول ما يشوف ان روبوت وقع الحقوا ده روبوت انتحر، اول ما يشوف ان روبوت شال الحقوا ده روبوت شال زي حاجات زي الانسان، الحقوا ده بيعمل زينا بالظبط. فاحنا عندنا حاجه اسمها تكنولوجيا التجسيد، اللي هم بيجسدوا اي حاجه الانسان بيعملها. فبالتالي اي حاجه بتحصل من الروبوتات بيحصل عليها اخبار عالميه كبيره، بيحصل عليها بروباجندا كبيره بسبب تكنولوجيا التجسيد، ان هم بيجسدوا الانسان بيعمل ايه عشان خاطر يسووا كده. يعني هو التجسيد يا باشمهندس في وصف اللي حصل، انما هو اكيد حصل عطل تقني، يعني هنج او حاجه صح؟ طبعا طبعا بتحصل فيه عطل تقني، بطاريه مش عارف ايه اللي حصل لها، الكود البرمجي او البرمجه بتاعته علقت، هو زي الكمبيوتر بالظبط بالملي على فكره. يعني الفكره كلها بس ان احنا متوقعين اي حاجه من الروبوتات دي، وبعدين الغلطه فيها ب10. طب خلينا نتكلم كلام برضو تقني وتكنولوجي يا باشمهندس. انا عارفه ان كوريا الجنوبيه فاتحه تحقيق كبير جدا في فكره هي عايزه تعرف وايه اللي حصل للروبوت علشان تتفادى ان ده يحصل بعد كده. اكيد طبعا. فكره ان الحديث بقى عن البرمجه، وان ازاي يعني يبقى الروبوت، هل الروبوت مثلا ده مصمم فعلا يعني على حجم انجاز عمل معين، فلما زاد العمل او زادت الاوردرات او الحاجات الاوامر اللي هو بيتلقاها هنج مثلا؟ برافو، برضو ده سؤال ممتاز جدا، ويشرح يعني كان اكتر ما هو يستوعب. أيوة مثلا بالظبط بالظبط كده، هو ممكن يكون كتر الضغط عليه في وقت معين خلى البطاريه تسخن، خلى السيستم بتاعه يهنج، خلى مثلا انه طلع مثلا في مكان احر من المكان اللي هو متعود يطلع عليه، مع التكرار يحصل كده. بس ده نادر جدا انه يحصل، لانه اصلا طبعا صناعه الروبوتات دي بتتصنع بطريقه قويه جدا وطريقه حديثه جدا. فبالتالي ما يكونش في اي عيوب واضحه، لانه ده واحد من الالف مثلا بيحصل فيه كده، زي ما حضراتكم شايفين ده واحد. احنا دلوقتي بنتكلم على واحد من اصل كوكب تاني، احنا مش عارفين لسه هيبقى شكله ايه. صحيح صحيح. طيب يعني انا بشكر حضرتك جدا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لك. عارفه المشهد ساعه ما قلت الخبر افتكرت ايه؟ كان في مسرحيه قديمه كده لمحمد صبحي وسعاد يونس لما قالها حسنا يا سيدتي، كان برمجوه وفضل يمشي على نعم يا سيدتي لقد قمت بغسل الاواني. عارفه اللي هو الدرس المستفاد من الخبر ده، انه حتى الضغط على الروبوت بصوا يولد ايه، فما تضغطوش علينا يا جماعه، براحه على الموظفين. تضغطوش علينا يا جماعه، تدوش اوردرات. بصي بقى، في ناس يعني بجد بقى، انت ممكن تبقي قاعده في البيت مثلا فتقولي لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يهنج. اعمل ايه فيهم بقى؟ ايوه بالظبط.
طيب تعالي بقى عندنا ننتقل للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شاركت في الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر في مصر التي عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة أطراف المشاركة في التقرير الأسبوع اللي فات، وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، موضحة أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة. معنا للتعليق على هذا الأمر الدكتور تحسين شعلة خبير البيئة، أهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح السعادة على حضرتك وصباح السعادة على السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضرتك. لو توضح لنا إيه سياسات النمو الأخضر وإيه أهميتها يا دكتور؟ هو من ضمن الحاجات اللي او اتجاه سياسات النمو الاخضر هو اعاده التدوير لكل المستهلكات بتاعتنا او المخلفات، ودي من هقول ان ده بالنسبه لنا في الوقت الحالي او بالنسبه لدول العالم الكتيره ده كنز. الريسايكلينج يعني يا دكتور تحسين؟ اعاده التدوير او الريسايكلينج لكل المخلفات. تخيلي حضرتك ان ده من اهم حاجه او من اهم الشغل الشغلي هو الفصل للمخلفات دي من المنبع. المشكله اللي احنا بنواجهها ان احنا تقريبا بنجمع المخلفات دي ونحطها على بعضها، مع ان الفصل بتاعها ده عباره عن كنز او يعني نقول عمله صعبه موجوده في ايدينا بس احنا بنهدرها. مثلا الزجاج والمعادن والورق والالكترونيات والبلاستيك. البلاستيك ده كارثه كبرى. احنا بنتعامل معاها. تخيل يا حضرتك ان البلاستيك اللي احنا بنستخدمه اللي هو اللي من ماده البولي ايثيلين ده عشان يتحلل بياخد 50 ل 500 سنه، 500 سنه عشان يتحلل، 500 سنه. وتخيلي عشان وتخيلي عشان اتعامل معاه واحلله بستخدم بقى في الباي تكنولوجي او التكنولوجيا الحيويه البيئيه، بستخدم مجموعه من الميكروبات ممكن تحلله. لكن المصادر او الضرر بتاعه كبير. لكن تخيلي حضرتك ان انا استعين بالبايوديجريدبل بلاستيك اللي هو من مواد طبيعيه اللي هي زي قشر البطاطس وقشر الموز، الحاجات الطبيعيه دي اللي هي اول ما بصنع منها الماده وبتتحلل بترجع كسماد عضوي او ماده مغذيه للتربه مره اخرى بدون ما يكون ليها ضرر للبيئه. وهو ده بنقول عليه الاقتصاد الاخضر او التوجه للاقتصاد الاخضر. يعني دي بتبقى بتتحلل في وقت اقل قد ايه؟ طبعا بخمس ايام سبع ايام، وبترجع يعني بتتحلل وبترجع ماده غذائيه ثاني لنبات في التربه. يعني هنا الموضوع الشكل العام هو استخدام بنقول التنميه المستدامه اللي هو هدف مصر 2030 واللي بيتحول للخطه بتاعه التغيرات المناخيه 2050 اللي هي اصلا الاساس بتاعها 2050 الاكشن او الكوركتيف اكشن او القرارات الداعمه للتغيرات المناخيه الخاصه بالتنميه المستدامه. دكتور تحسين بس عشان الناس تبقى فاهمه معايا المغزى من الخبر وفكره اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه، اللي انا فهمته من الخبر ان في توصيات هيتم عرضها على وقرارات هيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، في حال موافقته عليها هيتم ارسالها للوزارات المختلفه علشان تستفيد منها. هي ايه طبيعه التوصيات؟ يعني هنقول ايه للوزارات تعمل ايه؟ الاول دعم الشركات الناشئه التي تهدف الى استخدام كل ما هو موجود بالبيئه بدون ما نعمله ايه؟ ما نرميه او بدون ما نسيء للبيئه مره اخرى. تمام. يعني كل ده بنقول عليه اقتصاد اخضر. كل حاجه موجوده في البيئه بعيد استخدامها بدون ما بضر البيئه. كويس. يعني مثلا الالكترونيات، اجهزه الالكترونيه. في ناس كتيرة بترمي أجهزة إلكترونية، هل حد بيستفيد بيها؟ لا. فهل أجهزة مثلا هل الموبايلات اللي احنا القديمة اللي احنا بنحتفظ بيها في البيت، التلفزيونات اللي بايظة، اللي مش عارفة ايه اللي تلاقي الناس حاطة كده حاجات كده، الناس لسه عندها الكاسيت بتاع زمان ده حاطينه. ده كنز بعملة صعبة أنا بقدر أستخدمه مرة ثانية وأعيد استخدامه مرة أخرى بطريقة جميلة. كويس. أقول لحضرتك في حاجات ثانية بدأت تستخدم، مثلا الازاز البلاستيك. الازاز البلاستيك اللي احنا بنرميها ولما بنيجي بنرميها عشان تتحلل، انا بلغت حضرتك بتاخد وقت طويل جدا. تخيل ان الزجاجات البلاستيك ديت بتتفرم والماده بتاعتها
بنستخدمها في بعد طبعا المعامله، المعاملات المناسبه عشان تكون الاول يعني غير ضاره بالانسان او غير ضاره بالبيئه، وبعد كده اعاده استخدامها، واستخدامها بقى في تصنيع الكراسي، في تصنيع الحاجات المختلفه اللي احنا نقدر كده. يبقى اول من التوصيات اللي هي تشجيع الشركات اللي بتشتغل في مجال الاقتصاد الاخضر، وتشجيع انها يعني تحسين بيئه العمل ليها انها تقدر تشتغل بشكل اكبر. ايه تاني حضرتك؟ الماده الخام ديت، الماده الخام في بعض المواد الخام اللي انا بدل ما استوردها بالعمله الصعبه هي موجوده عندي، اعرف اوفرها. العمليه عمليه ان انا ببتدي ان احولها للصوره الاصليه بتاعتها واعيد استخدامها مره اخرى. وده بقول لحضرتك ده كنز، والكنز ده يعني انا بقول لحضرتك هيوجد يعني اولا بيوفر عمله صعبه ان انا استورد ماده خام من بره، بالاضافه الى ان انا بستخدم الماده ديت في اعاده التصنيع، بالاضافه بقى اعيد لحضرتك المزايا كلها، ان في ناس بتشتغل، في بيوت بتتفتح، في عماله جديده بتشتغل. فالموضوع هنا ان انا ما بضرش البيئه، ما برميش حاجه تاني في البيئه، بحافظ على البيئه، بقلل من الانبعاثات الحراريه لان الناس بتتوجه انها تقعد تحرق الحاجات ديت وتصعد الغاز ثاني اكسيد الكربون والغازات المضره بالبيئه وتعمل الاحتباس الحراري، الحاجات اللي احنا بنشوفها الطبيعه، المخلفات الزراعيه واعاده استخدامها مره اخرى، زي مثلا قش الرز واعاده استخدامه مره اخرى، تصنيع مواد السليلوز، في حاجات كثيره في البيئه احنا بدل ما بنبتدي نستخدمها ونحولها لحاجه ليها قيمه احنا بنحرقها، وفي الاخر بنضر بالبيئه وبنستفيدش بيها. طب التوصيات دي المفروض يبدا تنفيذها من امتى يا دكتور؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، التوصيات دي كان المفروض يتم استخدامها من كوب 27، من اثناء كوب 27، لان الكلام ده احنا بدناه فعلا في مدينه شرم الشيخ، ودي كان من ضمن الحاجات اللي احنا استخدمناها اللي هي اعاده التدوين. وايه اللي عطل ده وقتها؟ والله هو المفروض كان يستمر الخطه دي لحد وقتنا هذا، وبالتالي كنا وفرنا في خلال سنتين عمله صعبه واتجاه للتقليل حتى من الاضرار اللي احنا بنعانيها في الكوارث البيئيه اللي احنا بنعانيها حاليا. احنا طبعا ما بنعانيش او احنا ما بندورش اكتر زي الدول الاوروبيه، بس على الاقل هنستفيد ماديا بعمله صعبه. طيب وبعد الجلسه النقاشيه واعتماد التوصيات المفروض يبدا امتى بقى ان شاء الله؟ والله من دلوقتي، يعني من بكره، من بكره لازم اتجاه الشركات المختلفه يبتدي ازاي اعمل يستجيبوا الفصل يعني الفصل للقمامة المنبع، ازاي استخدم المخلفات الزراعيه واعيد استخدامها مره اخرى. دي شركات مختلفه تقدر تبتدي من بكره تشتغل على الكلام ده، لان ده بقول لحضرتك ده بيزنس قائم، والبيزنس ده له دور قائم في الفتره اللي جايه. دكتور تحسين شعلة خبير البيئه، بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان هم التوصيات دي يتم تنفيذها عشان بيئتنا وعشان صحتنا وعشان كل حاجه. تعالوا بقى نروح نشوف حاله الطقس وبعدين نرجع فاتن تقول لنا اخر الاخبار. مشاهدي الكرام إليكم آخر وأهم الأخبار. مصدر حكومي مطلع يؤكد أداء مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية يعقبه اجتماع للحكومة الجديدة. وأوضح المصدر أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، مشيرا إلى أن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة
وزارية، وفي مقدمتها حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء، مع إجراء تغييرات موسعة بحركة المحافظين. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. أكد دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تنمية الساحل الشمالي في إطار مخطط استراتيجي شامل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع ساوث ميد في منطقة الساحل الشمالي بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 21 مليار دولار أمريكي. وأشار مدبولي إلى استهداف الدولة مضاعفة عدد السائحين الأجانب بحلول عام 2030، مشيرا إلى السعي لإتاحة المزيد من فرص العمل بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات. يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. كما تبحث الجلسة طلب مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري. قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيركورن أن 270 مريضا إلى جانب الطواقم الطبية غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن أوامر الإخلاء الأخيرة أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء. كشفت وكالة الأونروا عن توقعاتها باضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددا من مدينة خان يونس رغم عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. وقالت الأونروا إنه بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى مدينة خان يونس المدمرة جنوب القطاع أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة. وأضافت أنه مرة أخرى تواجه الأسر النزوح القسري، وتشير التقديرات إلى أن 250 ألف شخص سيضطرون إلى الفرار رغم أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. أعلنت المقاومة اللبنانية إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وذلك ردا على مقتل لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية جنوب البلاد. وأشارت المقاومة اللبنانية إلى إطلاقها عشرات الصواريخ من نوع كتوشا على ثكنة كربات شمونة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خاصة بلدة الزلوطية واستشهاد مدني. ومن جهته لفت الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 مقذوفات من بين 15 مقذوفا أطلقا من لبنان، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات. قالت الرئاسة التونسية في بيان فجر اليوم إن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد 6 أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية. وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الهيئة يعقد اجتماعا يوم الخميس القادم للمصادقة على جدول الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار المتعلق بقواعد إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. كان قيس سعيد قد أعلن في شهر إبريل الماضي أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، فاصل ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح البلد.
بجدد التحية لحضراتكم مرة أخرى وبرحب بيكم من جديد، وبنستعرض معاكم قراءة سريعة لأهم ما نشرت الصحف والمواقع وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. خلونا ناخد الأول أكثر الشخصيات كانت انتشارا على المواقع الإخبارية المصرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في المركز الأول ودكتور مصطفى مدبولي في المركز الثاني، وده طبعا بسبب تأدية الحكومة الجديدة النهاردة الأربع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. شهدت الحكومة الجديدة الحقيقة دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى، وده في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات اللي بتواجهها الدولة. خلينا نروح للشخصية أيضا اللي كانت أكثر انتشارا، كانت شخصية جو بايدن اللي أعلنت شبكة الإي بي سي نيوز الأمريكية أن الرئيس جو بايدن هيجري معها يوم الجمعة أول مقابلة تلفزيونية عملها بعد المناظرة الرئاسية اللي كانت يوم الخميس اللي فات أمام الرئيس دونالد ترامب. ويمكن أداء جو بايدن الضعيف على حسب وصف المواقع الصحفية في المناظرة أدت لدعوات من الساسة إن هم يطلبوا منه الانسحاب من السباق الرئاسي. على طول بيجي بعد جو بايدن دونالد ترامب، وده على خلفية سجن ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب واللي بيعتبر شخصية يمينية بارزة في الساحة السياسية الأمريكية، ليبدأ قضاء حكم بسجنه 4 شهور بعد إدانته في قضية ازدراء الكونجرس. بنيامين نتنياهو وتصريحات جديدة لرئيس الوزراء ربما في ظاهرها ولكن في مضمونها مقررة، لأن يعني نتنياهو ما جابش حاجة جديدة، هو من مع بداية الحرب على غزة وهو بيعلن أن الحرب ستتواصل في قطاع غزة حتى تحقق جميع أهدافها بما في ذلك القضاء على حركة حماس وعودة الرهائن. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحقيقة كتب بيان على حسابه الشخصي على فيسبوك وعلق فيه على أنباء رحيله عن وزارة الأوقاف واختيار دكتور أسامة الأزهري خلفا له. دكتور جمعة قال بمنتهى الرضا عدت بعد مقابلة رئيس مجلس الوزراء إلى مبنى الوزارة، سلمت على كبار قيادتها وشكرتهم على ما بذلوه معي من جهد بإخلاص وأوصيتهم بمواصلة هذا الجهد خدمة لديننا ووطننا العزيز، ومثل ذلك فعلت بعدها مع قيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتواصلت مع رئيس هيئة الأوقاف حيث لم يسعفني الوقت للذهاب إليها. دكتور مختار وجه الشكر لزوجته وأسرته على دعمهم الكبير له طوال مدة عمله بالوزارة. يعني بهذه الكلمات اختتم وزير الأوقاف رحلته الطويلة مع وزارة الأوقاف واللي امتدت ليه سنوات طويلة بهذا البوست اللي تم نشره على الفيسبوك، حكى فيه هو عمل ايه في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة وزارة الأوقاف. خلينا نروح لشركة أكوا باور السعودية اللي أعلنت عن استلامها حق شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كومومبو بأسوان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ودي قدرة إنتاجية 200,000 ميجا وات وحصة الشركة في المشروع بتبلغ 100%. مدة الاتفاقية للمشروع مع الشركة المصرية هتكون 25 سنة بإجمالي تكلفة استثمارية هتوصل ل 611 مليون ريال سعودي. اللي متوقع ان الاثر المالي لتشغيل المحطة هيبدأ من الربع الثالث لسنة 2024. دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قبل مغادرته للوزارة أصدر قرار بتجديد حظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 شهور بداية من يوم الاثنين 1 يوليو، وكان القرار الحقيقة بتاع دكتور علي المصلحي إن هيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية اللي بيها 3 مستفيدين فأقل، واتنين كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، والسعر لكيلو السكر هيكون 27 جنيه مع وجود سكر حر بأسعار مخفضة في منافذ التموين.
على ذكر دكتور علي المصلحي وهو خارج التشكيل الوزاري الجديد بعد إعلان رحيله عن حكومة دكتور مصطفى مدبولي، الحقيقة الإعلامي أحمد موسى وجه له اعتذار رسمي على الهوى في برنامج على مسؤوليتي، وقال اعتذر لو كنت في يوم أخطأت في حق دكتور علي المصلحي لأن حان وقت الاعتذار النهاردة. وقال إن هو لما كان بينتقده الأمر ما كانش شخصي على الإطلاق وإنما كان للصالح العام، وكان الأستاذ أحمد موسى بيقول إن هو بينقل أهات الشارع المصري واللي كان بيقوله من نقد بيبدو حاد كان للصالح العام. وفي النهاية الأستاذ أحمد موسى قال إن مفيش وزير تموين أو مالية الشعب بيحبه. نروح للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واللي أعلنت خلال مؤتمر لمهرجان العالمين في دورته الثانية تخصيص شاطئ عام لخدمة واستقبال أهالي العالمين خلال فترة المهرجان بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العالمين. من المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية يوم 11 يوليو لحد 30 أغسطس اللي جاي إن شاء الله، وهتشهد فعاليات فنية ورياضية كتيرة، وده بعد النجاح اللي حققه المهرجان في نسخته الأولى السنة اللي فاتت. نروح بقى لهيئة الدواء المصرية واللي أصدرت قرار الحقيقة كان مسار حديث كتير على مواقع الصحفية وعلى مواقع رواد أو لرواد مواقع السوشيال ميديا. القرار بيمنع صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي بروشتة طبية في جميع أشكالها سواء شراب أو أقراص أو كبسولات أو حقن. المضادات دي بيتم استخدامها لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه فيها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة اللي هي الـ MDR. خلينا بقى نروح النهاردة للمقال اللي تم نشره على موقع المصري اليوم وكتبه دكتور صلاح الغزالي حرب، واللي نقدر نقول ان هو الحقيقة بيغوص كده في اعماق طبقات المجتمع المصري وسلوكياتها المختلفة. هو العنوان المقال بعنوان ظواهر سيئة في المجتمع المصري، وبيتكلم هي مسؤولية من؟ الغزالي حرب الحقيقة بيستجمع في المقال مجموعة من الظواهر، يمكن بالرغم انها بعيدة عن بعضها واللي يقرأ كده يشوف ان هي يعني متفرقة، لكن هي كلها بتجتمع تحت بند المظاهر وبذل الغالي والنفيس من اجل رسم صورة اجتماعية معينة في اغلب الاحيان هي لا قيمة لها. يعني من الظواهر دي اللي سماه دكتور صلاح بالساحل الشرير والساحل الطيب. والحقيقة أن دكتور الغزالي حرب بيستنكر المسميات جدا لأنه هو بيقول أنها بتقسم الناس لأغنياء وغير أغنياء. كمان يمكن من المظاهر دي حج الفي آي بي واللي سماه الكاتب بالإسلام الشكلي. وأخيرا كمان اتكلم عن عدد مرات الحج والتشبث باللقب، لأن البعض بيعتقد أن الذهاب الأكثر من مرة لأداء مناسك فريضة الحج هو اللي بيخليه حافظ على لقب الحج فلان طول حياته، وده طبعا مغالطة كبيرة في أذهان بعض الناس. يمكن كمان الكاتب صلاح الغزالي حرب اتكلم عن فكرة الطالبة اللي راحت أنها تحج وجابت واحدة تانية تؤدلها الامتحان، فهو ازاي انت راح تحجي وازاي انت بتغشي في فكرة ان انت تجيبي شخصية تانية تؤدي ليكي الامتحان. هو الحقيقة بيتكلم على المتناقضات اللي ربما هو رصدها زي ما قلت انها ممكن تبقى بعيدة، لكن هي في الحقيقة هي بتعبر عن سلوكيات اساسا تحس اللي هو يعني هو الايمان الظاهري اللي هو فكرة انا رايح احج بس مش مهم انا بعمل ايه، انا رايح الساحل الطيب والساحل الشرير واللي هو الناس الاغنياء والناس الفقراء والناس اللي مش عارفة راكبين عربيات ايه والناس اللي لابسين ايه اللي هو المظاهر، لكن الجوهر نفسه حتى فيما يخص اداء الفرائض اللي هو المفترض انت رايح تأدي فريضة الحج انت خلاص كده يعني بتغسل نفسك من كل الذنوب وبتتجه اتجاه اخر كده ان انت خلاص انت بتتطهر من كل ذنوبك واعمالك اللي فاتت وتبدا مرحله جديده في حياتك، دي فرصه ربنا سبحانه وتعالى منحها ليك، فانت وانت رايح تعمل الفرصه دي فانت بترتكب حاجه تانية. الحقيقه هو المقال رائع وانا بدعو حضراتكم لقراءته لانه الحقيقه بيفتح لينا في الدماغ كده حاجات كتير احنا ممكن نكون بنعملها ومش واخدين بالنا، وبالتالي فاحنا محتاجين فعلا جراحة كده تفصيلية للمجتمع وطبقاته وتصرفاته وسلوكياته علشان نعيد ترتيبه مرة تانية.
وده المهم. خلينا بقى نروح لكاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط عن الواقع الفرنسي وتحديدا عن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية ودعوات الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة الصعود في الجولة الثانية. والحقيقة أن صعود اليمين المتطرف في فرنسا أثار مش مخاوف داخل فرنسا بس، ده يمكن ربما مخاوف للاتحاد الأوروبي كله وربما خارج أوروبا أيضا، لأن وصول اليمين المتطرف هينعكس على سياسات فرنسا. ترى مين اللي هيقدر يوصل لبرج إيفل؟ ده في رسمة الكاريكاتير، وإزاي مين اللي هيوصل للسلطة على أرض الواقع. اشتهرت أغنية في منزل أنثى السنجاب، دي أغنية موجهة للأطفال، هي أغنية لطيفة جدا وتم تداولها على السوشيال ميديا بأشكال مختلفة ومرة تانية، ويمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تركيبها على شكل مقاطع قصيرة على تطبيق التيك توك. الأغنية وصلت لتقريبا مليار مشاهدة على اليوتيوب وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع مقطع منها وبعدها بنختتم جولتنا في الصحافة الإلكترونية. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. يمكن يعني مش ساعات، احنا يعني بنعد خلاص التايم بدأ، يعني اللحظات والدقايق الأخيرة عن حدث هام جدا الحقيقة احنا بننتظره منذ الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية وبداية الإعلان عن ان هيبقى في تشكيل لحكومة جديدة. الحقيقة ان من التوقعات امبارح ومن الأسماء اللي تم طرحها ومن شغف الناس وان هم يشوفوا الناس اللي جاي مين والأسماء المطروحة وتخصصاتها والأسماء المطروحة جوه الوزارات ودمج وزارات واستحداث وزارات، الحقيقة كل ده بيخلينا يعني نقول ان شاء الله يبقى في امل ان هم يقدروا ان هم يصنعوا مستقبل افضل للوطن، يبقى في شغل افضل، يبقى الناس ترضى اكتر عن اداء الحكومه. يا رب، واحنا كلنا شغف مستنيين نعرف اعضاء الحكومه الجديده اللي هيتم الاعلان عنها، والحدث ده بيتزامن مع يوم مهم وذكرى غاليه علينا كلنا، وهي ذكرى خطاب 3 يوليو عام 2013 واللي كان بمثابه انتصار إرادة شعبنا وإنهاء حكم جماعة الإخوان. ويسعدنا أن يكون معنا في المناسبة السعيدة دي اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح البلد الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار. صباح الفل، أهلا بحضرتك، منورنا. أكيد حضرتك تابعت كده المواقع امبارح والأسماء اللي تم طرحها والتوقعات للوزارات الجدد ودمج وزارات واستحداث وزارات جديدة. المشهد كده على بعضه حضرتك شايفه ازاي؟ يعني لو بدأنا مثلا من استحداث وزارات جديدة ودمج بعض الوزارات. هو دي بداية مبشرة بالخير طبعا، رؤية القيادة السياسية ان يكون في تغييرات تواكب المرحلة الجديدة والمرحلة اللي جاية، لان الحكومة عليها اعباء جسيمة وفي امور لابد من التصدي ليها، وكمان في تحديات اكبر من ان احنا نجيب ناس ما عندهاش درايه او كفاءات وخلافه. كانت رؤيه القياده السياسيه ان هي تجدد وتنشط دماء الوزارات وتستحدث وزارات جديده ودمجها حتى نطلع بتصورات جديده ونتائج ايجابيه تعود بالنفع في النهايه على المواطن المصري. صحيح. الاصل في التغييرات ديت هي مواجهه التحديات والقفز فوق الصعوبات وإلقاء المسؤوليات على الوزراء الجدد لتنفيذ مهارب وخطط الحكومة وبنجاح وبكفاءة. كان في مفاجآت شفتها يا استاذ طارق في فكرة الإعلان أو التوقعات عن التشكيل، يعني التشكيل الوزاري، يعني ربما الناس مثلا اتفاجأت من فكرة تغيير وزير التربية والتعليم في هذا التوقيت، إن احنا عندنا امتحانات ثانوية عامة وخلافه، فالناس اتفاجأت من هذا التغيير. مثلا فكرة دمج وزارات زي التوقع اللي بيقول إن احنا النقل مع الصناعة ونقل التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار اللي تم استحداثها. شايف دي
مفاجآت ولا ده كانت مطالبات من الناس انها يحصل تجديد فيما يخص مسألة التربية والتعليم؟ احنا كان عندنا قبل كده دكتور هو بصراحة الوزارات دي يعني الصناعة ما أدتش الدور بتاعها على الوجه الأكمل، لأن وزارة الصناعة كان عليها مهمة كبيرة جدا من هي تحدث الصناعة وتفتح أسواق جديدة وتؤدي إلى نتائج إيجابية في عمق الصناعة المصرية وتطويرها وتطوير أدائها بالمفهوم الشامل. لكن الوزارة اللي مشيت صراحة ما حققتش حاجة لو على الأرض. حضرتك بتتكلم عن فكرة سياسات مثلا توطين الصناعة اللي بتتبعها الدولة أو المفروض إنها تتبعها الحكومة ما تنفذتش على الأرض. يعني النتائج المرجوة من وزارة الصناعة والوزير اللي كان ملقى عليه الأعباء دي أو المسؤولية ما أداش دوره على الوجه الأكمل. كمان وزير التربية والتعليم بصراحة شوفوا مستوى التعليم ما كانش على المستوى الذي يليق بدولة بحجم مصر. شوفي امتحانات الثانوية العامة وشوفي النتائج اللي خرجت بيها نتائج الثانوية العامة، شوفي الطلاب ويرجع يعدل ده بأنه يدي درجات ويعدل الدرجات طب ما من البداية نحط امتحانات تواكب فكرة يعني الطالب. تفتكر امتحانات الثانوية العامة كانت هي السبب؟ يعني أصل دايما امتحانات الثانوية العامة كل سنة بنلاقي فيها كده امتحان، يعني السنة اللي فاتت كانت كيمياء وفيزياء، كان مش عارفة يعني السنة دي فيزياء احنا لسه مع بداية الموسم. هو مش كده، هو فشل العملية التعليمية صراحة في مصر. مطلوب تطوير التعليم، شوفي مستوى الطلاب في الثانوي في الإعدادي في الابتدائي، بص للطلاب وشوفي مستوياتها تلاقي مستويات هزيلة. لأن التعليم بيحتاج كفاءات وبيحتاج موارد وبيحتاج أسس علمية يبني عليها نظريات تخدم الطلاب وتؤدي الى تحقيق المستهدف. هو بحاجه الى تطوير هو فعلا، هو التطور الطبيعي. احنا كان عندنا دكتور طارق شوقي وحط نظم حديثه وجاب مناهج جديده وعمل سنه رابعه اللي موجوده وبدا يحط مناهج للكيجي، بعدين جه الدكتور حجازي كان ربما هو مشكلتنا احنا ان احنا تيجي يعني يجي وزير ويمشي وزير بتتغير الخريطه ويتغير وتتغير الخطه بتاعت الوزاره، لكن لابد ان احنا نستمر في الخطط وتنفيذها والاستمرار على الأداء الجيد، لأن هو ده حتمي. لازم الناس تشتغل بضمير، لازم الناس تعرف إن البلد دي كبيرة وإن المسؤوليات مش سهلة. إحنا لازم نطور نفسنا بما يواكب الواقع وبما يحقق أهداف الدولة، والمستجدات والتحديات اللي موجودة تتطلب وجود وزير ذات كفاءة وذات رؤية، لأن الوزير ده قيادة لابد أن تتوفر فيه القوة والجراءة وبعد النظر والعلم وكل شيء في شخصية القائد. طب أستاذ طارق، إيه تاني أهم الملفات المطروحة أو الأولويات أمام التشكيل الوزاري؟ التشكيل الوزاري أولا الحكومة عليها أعباء جسيمة جدا، تبدأ بضرورة التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار. لازم الدولة تدور على أجندة وتضع خطط استراتيجية أولوياتها تخفيف المعاناة على المواطن المصري. المواطن المصري ده نرفع له القبعة، لأن في كل تحديات الدولة المصرية هو اللي بيتصدى وهو اللي واقف وهو اللي بيتحمل. لابد أن الحكومة يكون عليها عبء أن هي تخدم المواطن المصري وتخفف الأسعار وتساعد المواطن المصري على المعيشة الجيدة وتساعد المواطن المصري على نوع من الرفاهية. يعني احنا عايزين ندور على ايه؟ على ملاذات جديدة وعلى طرق جديدة وأساليب جديدة. حتى مش رفاهية يعني، لا انا اقصد الخدمة، يعني اقصد ما الرفاهية اللي المتاحة في الوقت الحالي ان انا ادي خدمة تواكب او تحقق للمواطن المصري ان هو ياكل كويس ويشرب كويس ويتعلم ويتعالج كويس. هي ده دور الدولة ودور الحكومة في دول العالم كله. احنا حياة كريمة، مش أقل، إنما على الحكومة إن هي تلتزم التزام ضمني وتتعهد بأن تتصدى للملفات العالقة ديت، لأن دي حاجات مفروغ منها. إحنا مش بندي المواطن يعني هبة، لا إحنا بنديله حقه، ده طبيعي إن هو ياخده لأن هو في دولة كبيرة بحجم مصر. احنا بنتكلم لو بنتكلم عن يعني الجزء الاقتصادي،
او الاقتصاد عموما، وطبعا ده بيبقى محور الاهتمام كله اللي بيدور عليه في فكره تشكيل الحكومه او اختيار مجموعه اقتصاديه تستطيع ان هي تدير الاقتصاد او تدير الازمه ان كانت موجوده. فكره ان احنا متوقع في خلال يعني ممكن في قد ايه نشوف خطوات على الارض، يعني الحكومه المفروض تاخد وقت قد ايه؟ ما معاش عصا سحريه يعني، ما احنا مش شلنا فلان وجبنا فلان الصبح هنلاقي السعر نزل. بالظبط الوقت اللي ممكن انها تتخذه الحكومه علشان على الاقل يبدا المواطن انه يشعر ان هناك تحسن ما. هو المفترض ان الحكومه اللي جايه بخطه ومحدده المواعيد الزمنيه اللي هي تحقق فيها النجاحات. اذا كانت الحكومه جايه عشان تجرب مع الشعب خطط واستراتيجيات مش هتادي النتائج، يبقى احنا ما غيرناش وما عملناش حاجه. انما لابد ان الحكومه اللي جايه ذات الكفاءات وذات الاختيارات السليمه تؤدي في النهايه الى نتائج ايجابيه يشعر بها المواطن في اسرع فرصه، لاني الامور مش مستدعيه ايه وقت نجرب، ما عندناش وقت نجرب، احنا عندنا ازاي نشتغل، ازاي نعظم من الموارد الاقتصاديه، ازاي نعظم الاستثمار الداخلي، ازاي نعظم الاستثمار الخارجي، ازاي نقلل من حجم الاستيراد، ازاي نعظم التصدير، ازاي نتوسع في زياده الرقعه الزراعيه، ازاي نخفض معدلات التضخم، ازاي وازاي وازاي، وحاجات كتيره لابد ان الحكومه تكون جايه جاهزه بملفات فيها دراسات متأنيه علميه تقدر تخرج وتقفز بالدوله المصريه لمرحله تانية. والنقطه من نقطه يستوعب المواطن ان فعلا جت حكومه تلبي طلبات الشعب وتحقق ماربه، والا يبقى احنا ما خدناش اي خطوات. لابد من ان احنا ندور على الصناعه، ازاي نعظم الصناعه، ازاي نشغل المصانع اللي هي المتوقفه، ازاي نخدم على رجال الاعمال والمصانع اللي موجوده بحيث تستوعب طاقات تشغيل للقضاء على البطاله، وازاي احنا نساعدها ونزيل العراقيل والبيروقراطيه اللي موجوده واللي بتعطل مسارات التشغيل. لازم الحكومه تكون جايه عندها ملفات في نقطه تشجيع رجال الاعمال تحديدا والاستثمارات، علشان يمكن حضرتك اثرتها، هي فكره ان احنا وجود هيئه للاستثمار او وجود وزاره للاستثمار بوجهه نظرك ممكن تعمل فارق، ولا هي فكره القوانين وما يجده رجال الاعمال او المستثمرين من بيئه صالحه للاستثمار في مصر؟ هو حضرتك يعني اصبت كبد الحقيقه. الموضوع مش ان انا ادمج وزاره ولا اعمل قوانين، القصه كلها ازاي انا انجح بالمضمون اللي موجود، وازاي انا استخدم الادوات والخامات والتكنولوجيا والعلم ودرجات التطوير المتفاوته بان انا اعظم الصناعات واشغل المصانع واقضي على البطاله. كل ده لابد ان انا اخد مسار فيه جدي، والا يبقى انا ما عملتش نتيجه ايجابيه. طيب لازم الشعب يشعر بنتائج ايجابيه تجاه الحكومه اللي جايه جديد. اكيد كل الوزراء ياخدوا على عاتقهم ازاي يخففوا العبء من على اعباء الشعب، ازاي يساعدوا المواطن المصري، ده هو النجاح اللي هيشعر به المواطن. احنا مش عايزين يبقى الشعب المصري حقل تجارب. احنا بنثق في القياده السياسيه ونثق في اختيارات القياده السياسيه، لكن على الوزراء الجدد عايزين قرارات ان هم يتحملوا المسؤوليه ويكونوا على قدر المسؤوليه. الموضوع مش قصه انا وزير او انا غير وزير، لا، انا اجي اشتغل وبما يرضي الله واخدم وطني بكل قدره وبكل طاقه، وما يعني ما تراجعش على اني الهدف المنشود هو صالح الدوله المصريه وتحقيق الصالح العام للشعب وللحكومه وللدوله ككل. يعني طيب الحوار الوطني من اهم الحاجات اللي شفناها في الفتره اللي فاتت، ايه من اهم التوصيات اللي لازم تتحط على قائمه الاولويات في القرارات اللي جايه؟ الملف الاقتصادي هو اهم ملف، لابد ان الحكومه تبحث عن ادوات جديده وتحط خطط ونظريات جديده اقتصاديه تسمح باني ازاي نعظم الشأن الاقتصادي، ازاي نعمل اقتصاد شامل وجزئي نقدر نحقق فيه معدلات نقضي بها على التضخم ونقضي بها على التفاوت في سعر الدولار
ونخفض بيها الاسعار ونشغل الشباب، كل دي كلها خصوصا هو بينعكس على كل حاجه تانية. طب ايه كمان؟ اهم حاجه الملف الاقتصادي. الحاجه الثانيه اني انا اذا كان عندي قوانين بتعوق الممارسة الحياه السياسيه بشكل عام او تخالف نصوص الدستور في مواد 87 و92، لابد من ان البرلمان يتصدى ليها ويتخلص منها، لان احنا في زمن الديمقراطيه الكامله، في زمن الحريات الكامله، في زمن الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا ده دعا الى حوار وطني، جاب كل القوى السياسيه، جاب الشعب كله على 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 ترابيزه واحده وعلى مائده واحده لمناقشات جاده ومتنوعه، ادت الى خروج مخرجات لابد ان هي تتطبق على ارض الواقع، ولابد ان احنا يكون عندنا خطوات جاده لتحقيق اهداف المخرجات الحوار الوطني والمزيد من الانتاج في هذا المجال، وخاصة الحريات وتعظيم ادوات التشغيل للاحزاب السياسية وتشغيل الشباب وخلافه في العمل السياسي. صحيح. ماذا عن تغيير وزارة الثقافة؟ شايفها ازاي؟ صحيح طبعا ده نوع على فكرة من الوزارات المهمة، وزارة هي الثقافة. وزارة ما هو المشكلة عندنا ان احنا ايه بنقلل من حجم او من قوه الوزارات اللي عندنا، ما بنديهاش الاهتمام البالغ، وبالتالي عشان لما غابت الاسعار وكده لما غابت الثقافه والفنون والفن والحاجات دي كلها أكيد. غابت عننا التقاليد وغابت صح. عننا الاخلاق وغابت عننا الاعراف، لابد ان نهتم بالمساله دي جدا، لان الثقافه هي جزء من عبق التاريخ المصري ومن أساسيات التطور العلمي والأدبي والثقافي والاجتماعي والسياسي. فالتثقيف ده حاجة مش سهلة، فلابد أن الوزير اللي جاي ده يكون عنده خريطة يشتغل بيها كويس يقدر ينجح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لك. شكرا لك. قلت أنا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي الفقرة. شكرا لك. سهولة امتحان الإنجليزي رجعت الابتسامة تاني على وشوش طلبة الثانوية العامة بعد صدمة امتحان الفيزياء، والطلبة تقريبا كلهم قالوا نفس الكلام، الأسئلة سهلة ومباشرة وسؤالين بس اللي كانوا للمتميزين. واللي خلى الامتحان سهل زي ما الطلبة قالوا لنا إن أفكار الامتحان جت في امتحانات قبل كده، وطبعا ده خلاهم حسوا إنهم جاهزين وريحهم نفسيا واداهم ثقة، فعرفوا يجاوبوا على طول. امتحان اللغة الإنجليزية كان سهل ولا صعب؟ لا كان حلو، كانش وحش، كانش تقيل يعني، كان في مستوى الطالب العادي، لو طالب الدنيا ملمومة معاه كانت هتبقى تمام يعني، كان متوسط بس صراحة معظمنا هبدنا يعني في حاجات كتير بس الحمد لله يعني هو كان كويس بس مش قوي يعني. الحمد لله كان سهل جدا يعني، كان في مستوى الطالب المتوسط والبسيط كمان يعني، مش عالي قوي. كان حلو جميل، بس اللجنه كانت متوتره شويه، بس لكن الامتحان كان حلو. الجرامر والحاجات دي كلها سهله، لكن الكتتين هما اللي كانوا تقال شويه، ما كانوش صعبين بس كانوا تقال ان هما يتفهموا. الامتحان كان حلو قوي بس في شويه حاجات كده ايه تكات كده، كان هو كان من المنهج كله اصلا، بس يعني القطعه كانت فيها كام سؤال كده رخم، والجرامر برضو يعني معتمد على حفظ الكلمات عموما. معتمد على حفظ الكلمات. الترجمه كانت رخمه شويه لانه ما كانش مركز على الترجمه ذات نفسها، مركز على يعني الجمع الاس النقطة مش عارف حاجات بسيطة كده في الترجمة كانت رخمة شوية. امتحانات صعبة او سهلة ده جوه اللجنة، انما برة بتفضل الدنيا متأزمة على طول، يعني اولياء الامور لغاية ما ولادهم بيخرجوا وبيطمنوهم بيفضلوا قاعدين على اعصابهم.
والله بصي احنا بنيجي مع ولادنا هنا بحيث ان احنا نديهم احساس يعني ان هم ما هو يبقى جوه وانا بره، فهو اكيد حاسس ومطمن ان انا يعني مستنيه بره، دعم نفسي يعني، وانا ببقى مطمنه على حسن، انا ببقى مطمنه اكتر وانا موجوده معاه هنا. وفي البيت طبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نهيئ لهم جو يعني ان هم يقدروا يركزوا ويقدروا يذاكروا، يعني من خلال احنا الجو بتاع البيت، الاكل كده، ان احنا نهيئ لهم يعني جو مناسب ليهم للمذاكره. يعني بنزل باجي معاه عند المدرسة عشان تطمن، عشان تبقاش قلقانة، يعني نهديها كده يعني، هي برضو ما تبقى تخرج أعرف أطمن عليها أشوفها عملت إيه كده يعني. والله ده طبعا يعني الحفيدة طبعا يعتبر بالنسبة لنا الأولى، فطبعا ده عز الولد ولد الولد، فطبعا دي لازم أجي وأحضر معاها الامتحانات يعني. بنحاول بشدة الطرق طبعا إن احنا نهيئ جو مناسب، بنهيئ الاولاد نفسيا معنويا، احنا في البيت نفسينا حتى لو كان في نوع من انواع يعني الشديه شويه، لا بنقلل الشديه شويه، ولكن بيبقى في نوع من انواع الرقابه، بنحسهم دايما على ان دي سنه هنجتازها، هنطلع منها بعدها هندخل مرحله تانية خالص، هنرجع نكتر ذكريات الثانويه العامه وهنضحك. تهيئ الجو ان انا مثلا بخلي بالي منها، بخلي مثلا الجو عندي مفيش قلق، مفيش صوت عالي، مفيش زعيق، بس لازم اشجع والله، ده الباقي على ربنا، سيبيه بقى على ربنا، مهما تكون متضايقه لازم اشجع اولاد على ربنا. عموما كام يوم راحه علشان الطلبه تلحق تراجع، وعلشان اولياء الامور ياخدوا نفسهم قبل ما يرجعوا تاني يوم السبت علشان امتحان الجغرافيا والكيمياء. أوركيد سامي، صدى البلد، الدقي. أشكرك على التقرير. زمان امتحانات الثانوية العامة كانت رعب، رعب بكل معنى الكلمة، في كل البيوت معسكرات مغلقة، ممنوع الزيارات، ممنوع التلفزيون، ممنوع الخروج، ممنوع الكلام، ممنوع حتى الصوت. ليه؟ عشان عندنا طالب ثانوية عامة. دلوقتي توقعنا ان الزمن اختلف وان رهبة الثانوية العامة هتروح مع اختلاف الزمن، لكن للأسف واضح ان هي ما بتنتهيش، ولسه بنشوف منظر الاهالي وهي مستنيه اولادها ماسكين المصاحف قدام اللجان في عز الحر، ولسه بنشوف حالات صريخ وعياط واغماء، وبنسال امتى رهبه الثانويه العامه دي هتروح. بصي انا بطلت اسال السؤال ده، اصل خلاص أنا المشهد ده مؤذي جدا بالنسبه لي. لا خلاص، هي رهبه الثانويه العامه هي يا خلاص، بطلنا نسال كل سنه نقول هو احنا امتى هنبطل رهبه الثانويه العامه، امتى الناس تبطل من فكره الثانويه العامه، امتى نبطل فكره عنق الزجاج اللي هي احنا مش عارفين هو احنا ماشيين في الزجاجه من جوه مش بنمشي لبره، يعني اكيد في حاجه غلط يعني اللي هو مش فاهمه، بس اكيد ان السبب في رهبه الثانويه العامه دي هو الثقافه اللي عندنا، ان فكره ان كلنا كاهالي كده واهالينا كمان بيضغطوا على اولادهم بالجمله دي اللي هي ذاكر واتعب السنه دي اصلك هترتاح بعد كده عمرك كله لما تدخل كليه من كليات القمه مثلا، شوفك دكتور، شوفك مهندس، وكان لو الولد او البنت دخلوا كلية تانية كده دي حاجة وحشة، ابن خالك دخل كلية الطب وانت ما دخلتش فانت اقل منه، والاهالي مش بترضى يعني مش بيبقوا راضيين، وبيفضلوا طول العمر يتعاملوا مع الحكاية كأنها حاجة وحشة، يعني تلاقي ابن ده لو كنت ذاكرت كنت دخلت مش عارف، فالحكاية الحقيقة بقت موروث وكأن احنا اللي بنعمل ده في نفسنا. خليني ارحب بالاستاذه الدكتوره نهى سبع استشاري الطب النفسي جامعه عين شمس، يتكلم اكتر احنا ممكن نعمل ايه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك، منورانا. قولي لي هل التعليم نهايه الحياه؟ طيب سؤال حلو قوي، يعني هقول لك على حاجه، هو التعليم دوت هو الحاجه الوحيده اللي الانسان اتخلق عشانها، يعني هو الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأكبر ميزة ميزه عن بقية المخلوقات التانية العلم. فهو ده معناه أن العلم شيء مستمر ومتحرك ومش واقف على وقت ولا على مرحلة. صح. فبالعكس المفروض أنه العلم ده جزء من شخصياتنا وبيتطور وبيطور الشخصية بتاعتنا. بس ده العلم عموما. العلم عموما والعلم الاكاديمي جزء من العلم يعني جزء، يمكن اللي تقصده عبيده اللي انا فاهماه اللي هو فكره ايه، هو الناس مثلا لما بيحصل دروب حتى مش الثانويه العامه، لما بيحصل دروب في سنه من السنين مثلا ويحصل اخفاق في التعليم
فالناس بتعتبر ان ده نهايه الدنيا، لكن ان الطالب او الطالبه مستقبله ضاع او ارتكب خطا غير طبيعي، ان هو اخفق في مجموع. يعني في ناس بتحاسب ولادها على الدرجات، يعني انا منهم. انا منهم. بتعملي كده؟ بس مش ايه، لا لا لا، بس مش درجه العقده. اعترافات صباحيه. بس مش لدرجه العقده، بس لو ممكن يا نص الدرجه دي راحت فين، الدرجه دي راحت فين، عارفه كده. بس مش تأنيب. لكن ممكن زي ما كان حد من الاهالي لسه بيقول في التقرير، هنفتكر ده بعد كده ونقعد نضحك عليه. في الاخر بتعدي وبتفضل سايبه اثر نفسي عند الطلاب بيتاذوا. يعني المقصود هنا ايه بنهايه الحياه؟ مش في طلاب بيفكروا في الانتحار؟ طبعا. احنا على فكره موضوع الثانويه العامه ده، انا اكتر كلمه كمان انتوا عبرتوا عنها بصدق، انه هي موروث. يعني هي تراكم موروثات ثقافيه الاجيال، فالتغيرات اللي بتحصل في التعليم لسه عمال يلاقي العقبات بتاعت الموروثات الثقافية اللي انتوا اتكلمتوا عليها. الفكرة بقى اللي بتحصل انه احنا بنشوف مشاكل الثانوية العامة من قبلها. يعني احنا بنقابل الولاد وعندهم توتر وقلق واحساس بفقدان الثقة من اولى ثانوي ومن تانية ثانوي، وبنلاقي صراعات ما بين الاهالي وما بين الاجيال في السنوات اللي قبل الثانوية العامة. نيجي في مرحلة الثانوية العامة، الولاد بيتقسموا عندنا لنوعين. في هنقول عليها الدفعة اللي داخلة ثانوية عامة، ودي بتبتدي تيجي في شهر 8 بجد. بتزور العيادة النفسية من شهر 8 وتبتدي يعني هنقول عليها ايه، خطة لمعالجة الأسرة كلها. طبعا اللي بقى في ثانوية عامة ده على مدار السنة بيبتدي يعني يدخل في مشاكل نفسية وصحية كتيرة جدا جدا. زي ايه يا دكتور؟ يعني برضو خلينا نعرف الناس ان احنا اولادنا ممكن يبقوا معرضين للاصابه بايه نتيجه للضغوط دي. بصي، هو اكتر مشكله في الثانويه العامه اللي احنا بنعملها، لانها دي من صلاحيتنا احنا، انه احنا حاطينها كانها نقطه او حد فاصل. كان الحياه شيء قبل الثانويه العامه وبعد الثانويه العامه شيء تاني. وان الحياه والمستقبل هيبتدي بعد الثانويه العامه، بس نخلي بالنا في شروط. هتبتدي بنمط معين، بحيث انك المفروض تجيب مجموع معين يدخلك شيء معين، فتعيش بشكل معين، فحياته متوقفه على ده. فكأن دي نقطه بالظبط عامله زي الحاجز لازم يعديها، وهنا بتبدا فعلا الايه المفردات دي اللي هي لازم والمفروض و خالتك وابن عمتك وبص نتعب في دي وبعد كده هترتاح. مع انه حقيقي حقيقي الناجح هو اللي بيبذل مجهود طول حياته. ايه السياسه اللي المفروض يتبعوها الاهالي مع اولادهم في المرحله دي؟ يعني انا نفسي بس اقول حاجه واحده، هو فعلا الزمن اتغير لدرجه انه ما عادش في حاجه اسمها كليات قمه. ما عادش القصه ما عادتش بتحس بالطريقه دي. الناس مصدقه كده يا دكتوره؟ هي الواقع كده، الواقع بقى كده. يعني الواقع ده ما كانش موجود من 20 سنه فاتوا ولا من 10 سنين فاتوا، بس الواقع حاليا انه الانسان بيقيم اكتر بمهاراته مش بشهادته ودراساته. يعني مهم ان يبقى معاك علم وشهاده، لكن الاهم انك تبتدي دايما تشتغل على مهارات بتكتسب. فده فعلا العمق اللي لو وصل للاهالي الدنيا هتهدى. بس على فكره خلينا نقول بمنتهى البساطه، الموروث ده صعب ان هو يتغير عن طريق الاهالي، يعني هياخد وقته. امال يتغير عن طريق ايه؟ الاجيال الجديده. يعني انا ببقى في الجزئيه دي عندي الثقه ان اللي هيقدر يغير الرهبه والخوف ده هو الجيل اللي طالع. الجيل اللي طالع اللي هو حاليا يقدر يستقي معلوماته ويفهمها من حاجات كتيره جدا. لما يتشال من عليه ضغط الاهالي. لما هو ضغط الاهالي هيأثر. لكن في نفس يعني الوقت لما ثقافه الاهل اصلا على اولادهم تتغير، ما يحسسهمش ان ده رعب، فيلم رعب. مع دي حياتك، دي شخصيتك، ده اشوف انت عايز تعمل ايه. بقى في تخصصات كتيره جدا، بقى في كليات تانية، بقى في الحاجات الفنيه، بقى في كورسز، يعني على حسب انت عايز تعمل ايه في حياتك والكارير اللي انت عايز تدخله. لما يتشال الضغط ده من الاهل، الجيل الجديد يعرف يعني يغير، مش كده؟ يا ريت يبقى في ان احنا نحاول نوعي الاهل بحيث انه الضغط اللي عليهم يقل، والممارسات الضغط على الاولاد تقل، لان دي فعلا بتسبب مشاكل كتير، وده هنعرف نغيره بنسبه. انما الجيل الجديد ده جيل مطلع، يعني هو برضو عنده ادراك للي بيحصل والتغير اللي في العالم الى حد كبير اسهل من الاهل.
فالجيل دوت هو اللي هيقدر يعني يبقى عنده ايه دلوقتي مثلا حاليا الاجيال بتختار كليات غير الكليات النمطيه بتاعت قبل كده بالظبط وبيختاروها بثقه وفي بعض الاحيان ممكن يحصل مصادمات مع الاهالي بس في الاخر بينجحوا في حياتهم جدا في طبعا لازم حد هو لما بيبقى في خناقه لازم طرف قوي وطرف اضعف فساعات ممكن الاهل يصروا على كليه معينه ويبداوا يقولوا ايه لابنه او بنته معلش ما انت ممكن بعد ما تخلص تعمل اي حاجه انت خد شهادتك وممكن اللي انت عايز تعمله ده وتعمله بعدين وعلى فكره برضو ده بنشوف يعني احنا بنشوف ولاد خرجوا من كليات نعتبر او كنا بنقول عليها كليات قمه وبعد وقت بعد ما اتخرجوا اخدوا طريق تاني خالص عملوا كارير شيفت وعلى فكره مش بعد ما مارسوا مهنه هو بيخلص من هنا وان سبوت بيبتدي يعمل تغيير في مسار يعني شغله او عمله هو انا اللي انا فهمته من حضرتك ان ممكن الاجيال اللي هي دلوقتي اللي هو جيل مثلا شباب الجامعات لما يكبر شويه ويتجوز ويبقى عنده اطفال تبقى نظرته للتعامل مع اطفاله مختلفه عن نظره الجيل اللي هو بتاع الاهالي دلوقتي ده انا فاهمه صح صح كده وفي في خطوه قبلها الجيل ده نفسه اختياراته هتخلي الرهبه من الثانويه العامه تقل اوكي طب انا دلوقتي ام وبنتي قالت لي عايزه ابقى ميك اب ارتست انا مش عايزه ادخل كليه عايزه اخد كورس عايزه اخد في حاجات دلوقتي بتبقى سنه او اتنين في حاجات بتبقى اونلاين وعايزه ابدا الكارير بتاعي ليه تقعديني اربع سنين ادرس حاجه انا مش هستخدمها تمام اقول لها ايه هتقولي لها ايه النمط التقليدي للامهات اللي هم زينا هيقول لها لا طبعا ايه ميك اب ارتست ايه وفين فين الكليه فين الشهاده فين الشهاده فين الشهاده حاجه زي كده طيب هي كده ميولها بدات تبقى واضحه يعني هي عندها إيه ميول تكاد تكون فيها زي ما بنقول مهاره وفيها فنيه شويه اوكي انا ممكن كأم ابتدي اوجهها بانها تروح لكليه تديها الفرصه دي الفرصه دي اللي هي ممكن تبقى فيها نوع من انواع الحس الجمالي وال الفن ده يعني لو قريت الموضوع بشكل جيد لانه في النهايه الكورس او التدريب على فكره ان انا ابقى ميك اب ارتست هو مستمر ويعني متطور على مدار الزمن بالظبط يعني وما بقتش شغلانه اللي هو دي ماكيره لا 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 لا, لا بالعكس دي من شغلانات دلوقتي اللي هي البرستيج التوب يعني طيب بالظبط فهي عايزه تدرس سنتين مثلا سبيشال افكتس وتبدا شغل على طول انا كأم اسيبها ولا لا شهادتك يعني الاهالي المفروض يعملوا لو درست بص انا اعتقد ان الاهالي مش هيسيبوها لكن اعتقد انه الحل الوسط هو اللي دايما بيبقى انجح اللي هو اللي فيه وين وين سيتويشن فانت لو رحتي اللي عايزه محتاجه مجال زي ده يبقى ايه اكتر كليه تقدري توصلي بيها تاخدي بيها معلومات على فكره اصله برضو العلم ليه جذور يعني مش الكورس هو اللي هيديها المعلومات اللي تشتغل بيها ولا وبس الابداع معناه ان انا لازم يكون العلم بتاعي ليه جذور فاوكي في كليه هتبقى اقرب انها تحقق لك الميول ده وتبداي فيها اقوى وتاخدي الكورسز بتاعتها بس هي الفكره الممانعه ما عادش ليها لازمه كتير يعني النقاش وان انا اتاكد مع ابني او بنتي هو عايز ايه وعايزه بجد وعايزه عشان بيحبه ولا عشان هو موضه الايام دي مثلا ولا عشان عايز فلوس بسلام وعايز أيوة فلوس بسرعه طب فين يعني ممكن يبقى قراره مش مظبوط مثلا او دماغه زي ما احنا بنقول يعني لسعت اللي هو عايز يعمل حاجه تانية خالص او شايف عايز يقلد حد من صحابه يعني ما هو برضو الاهالي بيبقوا في حيره ايوه بالظبط بالظبط هنا بقى النقاش ما هو النقاش هو لو يعني ما عندوش القدره على بذل المجهود هنا بقينا في خطر فالاهل لازم يتكلم انه المجهود ده جزء مهم من النجاح مفيش حد هيقدر ينجح من غير ما يبذل مجهود صحيح فهي النصيحه بشكل ذكي صح والحوار الفعال من غير ما ابتدي اضغط ولابد ان رايي هو اللي يمشي او وبعدين لما بنضغط على اولادنا اللي بيحصل ايه؟ في نوعين من الولاد يعني في نوعين من الشخصيات لا اما الولاد بينصغوا بس بيبتدوا بقى ايه يعني يبقى عندهم غضب وكبت وقلق و و و يا بيعاندوا بيتمردوا جدا ايوه ويعاندوا جدا فبنخسرهم صح
صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك جدا استاذه دكتوره نهى السابع استشاري الطب النفسي جامعه عين شمس، شرفتينا ونورتينا. ان شاء الله يبقى لنا كمان حديث اخر، لان الحقيقه يعني الامراض النفسيه ما فيش اكتر منها دلوقتي، يعني ماشي ما فيش حد خالي بصراحه. انا بشكر حضرتك، نورتينا زي صباحك. نطلع فاصل. مشاهدينا الكرام، إليكم آخر وأهم الأخبار الرياضية. تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع 29 للدوري الممتاز، حيث يواجه نادي مودرن سبورت في 4 عصرا منافسه بلدية المحلة، وفي 7 مساء يلتقي فريق سيراميكا كيلوباترا مع منافسه النادي الإسماعيلي، كما يواجه نادي الزمالك منافسه فاركو في نفس التوقيت. أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر عن تحويل اسم النادي إلى مودرن سبورت بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي، وبقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024. وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري والمقرر لها اليوم. رحب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بانضمام أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة معه في أولمبياد باريس. واستطلع مجلس إدارة الزمالك رأي الجهاز الفني في السماح لزيزو بالانضمام للمنتخب الأولمبي، وهو ما رحب به المدرب رغم أن زيزو يعد من أهم العناصر بصفوف الزمالك، وغيابه سيكون مؤثرا بشكل كبير على أداء الفريق. يتوجه المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور إلى كرواتيا استعدادا لخوض مواجهة ودية أمام المنتخب الكرواتي يوم 6 من الشهر نفسه، ثم السفر في اليوم التالي إلى سلوفينيا لخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 8 من يوليو. يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس والمقررة خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 11 من أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 75 عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى من الدوري الأول. خسرت ميار شريف أمام نظيرتها المجرية دالما غالفي المصنفة رقم 128 عالميا بمجموعتين دون مقابل في بطولة ويمبلدون التي تعد من البطولات الأربعة الكبرى وتجرى على الملاعب العشبية الشهيرة. أكد نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أن بطولة أوروبا 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا ستكون بطولة يورو الأخيرة بالنسبة له. كان المنتخب البرتغالي قد بلغ الدور ربع النهائي بالفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح. إلى هنا انتهى موجز الرياضة. هسيب حضراتكم دلوقتي مع الحقيقة فقرة قدمها لنا الزميل أحمد دياب مع الموسيقار العالمي رمزي ياسا في أثناء إقامة حفلة له في مكتبة الأسكندرية. اللقاء تضمن الكثير من التفاصيل والتصريحات اللي قالها لنا لصباح البلد الفنان العالمي والموسيقار العالمي مع الزميل أحمد دياب. هسيب حضراتكم ليها ونرجع تاني لفقرات صباح البلد. الحقيقة احنا طول الوقت بنفتخر بنجوم الفن المصريين باعتبارهم سفراء لينا ولثقافتنا ولرادتنا ولقوتنا الناعمة في العالم العربي، خصوصا لو تأثيرهم عدى حدود مصر والوطن العربي ووصل للعالمية، وبقى اسم مصر بيتم ذكره في كل المحافل الرسمية والمسارح العالمية لما بيتم ذكر اسم الفنان أو النجم. الحقيقة احنا ضفنا النهاردة واحد من أهم النجوم والفنانين اللي بنتكلم عنهم، خلانا نيجي اسكندرية مخصوص عشان خاطر نتكلم معاه. ضفنا هو واحد من أهم عازفين البيانو في العالم كله، رمزي ياسا. استاذ رمزي احنا بنرحب بيك، ويعني احنا بنشكرك زي ما انا قلت ان انت سمحت لنا ان احنا نشوفك اول حاجه، وان احنا نبقى عايشين في الاجواء الموسيقيه. احنا في المسرح، احنا في الحته دي انت اكيد متعود عليها، بس احنا يمكن بنعيشها لاول مره. يعني يمكن السؤال اللي هو بعيدا شويه عن البتاع يمكن كلمنا فيه قبل الهوا، وهي ارتباطك باسكندريه. انت لفيت العالم كله، فاسكندريه بالنسبه لك عامله ازاي؟
لا اسكندريه بالنسبه لي ذكريات طفوله والشباب، يعني طول الفتره اللي بدات فيها رحلتي مع الموسيقى كنت دايما باجي. انا احنا من القاهره، انا اتولدت في القاهره بس كنت باجي اسكندريه باستمرار في الصيف يعني، واجازات يعني كنت باجي مع اهلي بنيجي بالعربيه وبنقعد في اسكندريه نصيف. وذكريات اسكندريه طبعا موجوده في ذهني جدا، ومتذكر اول ما كنا بنوصل كنا بنقف نشرب فنجان قهوه في البرازيليان كوفي، كان ريحه القهوه لسه فاكرها. ومنظر البحر برضه، لما العربيه بتوصل كده الواحد يشوف البحر يعني اول مره، اول ما يدخل فور وصول اسكندريه البحر، وكان علامه ان احنا وصلنا بسلامه، وصلت اسكندريه. طب طبعا ذكريات جميله قوي، واسكندريه طبعا مدينه جميله، وكانت يعني في ذهني ليها ذكريات موسيقيه وعاديه. انه انا اول حفله عملتها في اسكندريه هنا كنت يعني كان سني في حدود ال 20 سنه، ومتذكر كان في جمهور حلو قوي، كان جمهور كويس قوي قوي في اسكندريه، يعني الناس ما كانتش تعرفني لسه جاي جديد وشاب يعني، لكن كان الاستقبال لا 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 قوي. كان الصاله مليانه، وكان في مسرح الفنون الجميله، وكانت التنظيم حلو، وكان في صاله مليانه على الاخر يعني، كانت مليانه على اخرها. فده طبعا فرصه انه حد يبقى لسه في بدايه الطريق ويلاقي ناس تسمعه، ان عاده الجمهور مرتبط بالشهره، واللي يكون لسه مش مشهور بيلعب قدام كراسي فاضيه. صح، دي حقيقه. فكره ان السن الصغير لعب قدام كراسي كلها فيها ناس بتحييه وبتسقف له بعد الحفله، ده انا بعتبره حظ كبير يعني. ويمكن وشطاره؟ نعم شطاره منذ الصغر زي ما بيقول. لا شطاره ما لسه ما حد، لا دي انت كتر خيرك بتقول شطاره. لا لا دي لسه ما كانتش شطاره، ما كانتش شطاره بعد كده الواحد يرجع، ان الجمهور يرجع تاني دي اللي شطاره. انا عايز اكلمك بما ان انت احنا بنتكلم على 20 سنه وبنتكلم في بداياتك، ولما اجي كده اتابع او اجي ابص يعني عازف بيانو لف العالم كله وبيعزف على اله غربيه وبيبهر بيها العالم، ودايما الناس بتقول ده اكيد ليه اصل اجنبي او مش مصري، ولكن انت نبهت ان انت مصري صعيدي حتى النخاع. لا انا مصري، ما لا مصري خالص، صعيدي خالص يعني. اهلي من الطرفين صعيدي مصريين 100%، صعيدي مصريين. فهنا السؤال بقى، ازاي شاب في الصعيد يقرر انه يسيب كل حاجه ويجري ورا حبه للبيانو ويجوب العالم عشان خاطر عشقه للاله دي؟ اولا الصعيد يعني انا ما اتولدتش في الصعيد، انا اتولدت في القاهره. بس اهلي الاثنين هم الاثنين اتولدوا في الصعيد يعني الاقصر وهنا، ووالدتي عزفت بيانو من قبل ما تيجي القاهره. وكانت خالتها بتلعب بيانو برضه، يعني عيله موسيقيه اصلا. لا اصل البيانوهات كانت جزء من يعني في فتره من الفترات كانت جزء من اساس البيت تقريبا يعني. جزء من اساس البيت يعني كنت لسه هقول لك يعني دور الاسره، خصوصا احنا بنتكلم على اسره المفروض صعيديه اصولها صعيديه وفي الخمسينات. لا ده قبل الخمسينات كمان. قبل الخمسينات فدورهم في تكوين الحياه المهنيه. لا دور مهم قوي، لانه لو الناس يعني لو انا طفله اتولدت في بيت والدي بيحب الموسيقى وبيحب الفن، وهو كان طبيب والدي الله يرحمه، كان طبيب عيون وكان مصور فوتوغرافي يعني فني، مش مساله بياخد صور كده، لا كان صور فنيه درجه اولى، والدتي بتلعب بيانو، فالجو الفني في البيت طبعا بيخلي الامور مش سهله او مش صعبه ان الواحد يتجه الاتجاه ده، ان هو يروح بيهيئ الواحد اللي بيتربى عليه بيعتبره عادي يعني. اي حد بيتربى في بيئه معينه بيكبر على ان هو ده الستاندرد، ده المعدل، كل البيوت زي كده، وبعد كده الواحد بيكبر الله لا ده انا الموضوع كان مميز. انت كنت مامتك ما بتلعبش بيانو، باباك ما بيحبش الفن وبيقول لك لا اعمل حاجه كويسه تكسب، بلاش لما تخلص دراسه اتجه للفن. هل انت بقى تتذكر اول مره وقفت فيها على المسرح بره مصر وانت شاب جاي من بلد شرقيه بيعزف على اله غربيه وبيبهر بيها الجمهور الغربي، يعني احساسك كان عامل ازاي؟ لا هو احساس الواحد عموما الاحساس المفروض الواحد بيكون بيقدم عمل فني وبيحاول يقدمه باكثر طريقه يعني يكون راضي عنها، بس الحقيقه عمليه الابهار مش بتبقاش في المعادله قوي، لانه الواحد في النهايه ما انت بتبهر بايه؟ انت بتبهر باللي بتقدمه، لو ما صح. عرفتش لو اللي قدمته مش ما كانش كويس مش هتعرف تبهر. صح اصل يعني مش انا مش بمثل دوري، انا بعزف اعمال معروفه الناس سمعتها قبل كده، ويمكن
لعبتها كمان قبل كده، فلازم الواحد يعني بيبقى كل التركيز وكل المجهود ان الواحد يقدم حاجه يكون هو راضي عنها ويكون يعني متحمس انه يلعبها ومتحمس انه يقدمها ومتحمس انه يمثل بلده. اذا كان دي حقيقه، اذا كان اذا كان انا بكلمك على باب فكره الجمهور واستقباله ليك في اول حفله ليك، انت احساسك كان ايه والجمهور واقف قصادك بعد ما خلصت مثلا سقف لك، فانت بره مصر لاول مره والناس اعجبت باللي انت بتقدمه، الاحساس وقتها كان لا هو زي. شوف الاصل الاحساس طبيعي، بيبقى احساس لا بيبقى سعيد يعني. الناس بتسالني اقول لك كنت زعلان ولا كنت مأزم؟ لا طبعا انا كنت سعيد وفخور ان الناس بتسقف لي، بس طبيعي في نوع الفن اللي احنا بنقدمه انه في اي حته في اي عازف ايا كانت جنسيته بيعمل معظم حفلاته في بلاد اجنبيه، لانه العازف يعني بيسافر وبيلعب هنا حفله وهنا حفله وهنا حفله وهنا حفله. يعني بقول لك ايه، مثلا لاعب التنس ما فيش حد بيلعب في بلده يعني، بيلفوا بيلعبوا في يلف العالم كله. بيلفوا طبيعي انه الموسيقي بيسافر وبيقدم الاعمال بتاعته، لان الاعمال طالما الاعمال كان ليها جمهور في بلاد اخرى فبيروح يقدم فن. فبالنسبه لك الموضوع ده عادي، هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي، وده الحاجه اللي هي يعني لما الناس تتكلم عن القوة الناعمه، هي دي القوة الناعمه، انك بتقدم الجمهور الفن اللي بتقدمه. الجمهور تقريبا ممكن يجي الحفله ما يكونش عارف ده من انهي بلد اللي بيلعب، ممكن يكون عارف طبعا، لانه معظم الاحيان بتتكتب في البرنامج فلان فلاني مصر، فلان فلاني فرنسا، ممكن ما تتكتبش، فاحنا لا مش بالضروره بنسمع اللي بيعمله، مش دايما بتتكتب يعني، او بتتكتب جوه برنامج كده مستخبيه في السيره الذاتيه. اللي بيجي بيحب الموسيقى وبيشوف واحد بيعزف موسيقى عاجبه، قال انت جاي من انهي بلد؟ الله ده انت جاي من مصر، بتحب الموسيقى دي في مصر، عندكم معاهد، عندكم اوركسترا، يعني بتبقى كده. طب احنا بنتكلم برضو على فكره يعني الحاله الموسيقيه الموجوده دلوقتي، فانا لو عايز اعرف منك رايك في الموسيقى المصريه، او خصوصا الانواع الجديده اللي بتظهر يعني المشهوره على الانترنت واللي الشباب الصغير بيسمعوا، لو انت سمعت عن المهرجانات او مزيكا المهرجانات، فايه رايك في النوع ده من المزيكا؟ لا اصل الموسيقى المهرجانات الحقيقه الـ يعني ليها جمهور، ولما يجي واحد زي يقول رايه فيها رأي يعني، هي موسيقى ليها جمهور. انا اللي يهمني انه الموسيقى اللي انا بعملها واللي بيعملها زملايا في نفس المجال يعني بشكل من الاشكال يعني. بس احنا طول الوقت شايفين يعني بنقول ان المزيكا دايما هي غذاء الروح، بتبقى مؤثره وملهمه لبعض، بيبقى حاله معينه بتدخلها، فهل النوع ده ممكن يساعد او يخدم نفس النظريه اللي احنا بنتكلمها باعتبار موسيقار كبير وعازف كبير؟ فاكيد ليك راي في الحته دي. لا هي ما فيش شك ان الموسيقى مهمه، بس في موسيقى بتبقى الغرض منها او وظيفتها او سبب وجودها او سبب انتشارها بيبقى سبب مادي باختصار يعني، ليها جمهور وجمهور عريض جدا، بتبيع عدد كبير وعليها طلب، ده في كل حته في الدنيا، موضوع يعني تجاري اكتر. في موسيقى يعني. في موسيقات اللي هي ما بتبقاش على مستوى الموسيقى الكلاسيكيه في قيمتها الموسيقية، في قيمتها الموسيقية. طب لو هنبعد عن الجزء ده واتكلم بقى على نقطة مهمة جدا، وهي طبعا ان انت يعني خدت جوائز كتيرة جدا من اماكن كتيرة جدا، وبرضو خدت جائزة الدولة التقديرية، فهل التكريم من الدولة بتاعتك مختلف عن اي تكريم تاني؟ الجائزة مختلفة؟ لا طبعا التكريم اللي عادي بيتكلم في البلد ده بيحس له يعني طبعا انه التكريم في البلد طبعا لا ده له احساس تاني خالص، والواحد طبعا مقدر قوي انه البلد ادتني الجائزه التقديريه، يعني حاجه مش انا عمري ما انساها. يعني الفنانين والنجوم العالميين بيحسوا ان هو برغم ما وصلوا من شهره وما وصلوا من مجد ان بلدهم فاكراهم، دي بتبقى ليها تاثير ايجابي عليهم اعتقد. طبعا اصل يعني العلاقة اي فنان او اي فنان ببلده هو الفنان وفي بلده، يعني لازم يكون العلاقة متبادلة، يعني لازم هو يعني في ناس بتسافر وخلاص ما بتجيش تاني، في ناس بتسافر وبترجع باستمرار، وفي ناس بترجع مرة كل كام سنة. انا يعني من يوم ما سافرت لأول مرة ما بيعديش 3-4 اشهر الا وباجي واعمل حفلة هنا، بعمل حفلتين يعني جيت ما فيش موسم تقريبا ما قدمتش في حفلات في مصر في كل السنين بتاعتي من ايام
حفل اسكندريه اللي بقول لك عليها وقبل حفل اسكندريه. طب يعني حد بنجاحك وبمسيرتك الطويله هل لسه فعلا بتتدرب 6 ساعات كل يوم؟ لا مش 6 ساعات مع الاسف، يا ريت الواحد عنده يقدر يتمرن 6 ساعات. لو عندك 6 ساعات تقدر. اصل شوف العازف بيعزف. اه. فالعزف ده بيتطلب لا بيعزف بنفسه يعني انا مش بقول لحد اعزف الحته دي بالشكل الفلاني، مش بدرس حد ازاي يعزف. فده طبيعي بيتطلب نوع من النوع من ال 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 ان يبقى الواحد متواجد مع الاله ومتصل بيها دايما. يعني انت ممكن اشبه لك تشبيه، ممكن اقول لك مثلا محل ماركه مشهوره قوي 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 قوي، انتوا لسه عندكم محل، ما لازم يفتح المحل عشان الناس تيجي. صح، فلازم يبقى ما يقدرش في المحل، انا المحل بتاعي اني بشتغل. ده لسه لحد النهارده انت بتتدرب برضه يعني ممكن من 6 ساعات بس لسه كل يوم في لازم طبيعي يكون في تدرب. بيتدرب يمكن على مستوى حاجات معينه غير اللي كان بيدور عليها لما كان سنه 12 سنه. انما طبيعي في مجال ان الواحد يعمل حاجه بشكل تاني، او حتى اذا كان حاجه الواحد عملها كويس في وقت من الاوقات الواحد مش عايز يعملها بشكل اقل النهارده. لسه في احلام تانيه انت عايز توصلها؟ لسه في امور تانيه عايز تحققها؟ انا اللي اتمنى يتحقق انه الموسيقى اللي انا اديتها وقتي وعمري واللي شباب كتير تربى مدينا كل الاهتمام انه تاخد الحيز بتاعها وتاخد المكان بتاعها في البلد. لانه دي طبعا حاجه مفيش حاجه تانية بتعوضها، ودي من مظاهر الرقي مظاهر التقدم بتاع يعني بلاد. يعني الناس دايما تقول موسيقى شرقي وموسيقى غربي، الموضوع مش موسيقى غربي، احنا كلنا راكبين عربيات غربيه ولابسين ساعات غربيه وكاميرات غربيه والتليفونات اللي في جيوبنا غربيه وكل حاجه غربيه ولغتنا في جزء غربي غربيه يعني اجنبيه من خارج بنيجي على حته الفن ونقول لك الفن بتاع وليه ومش عارف ايه. لا دي حاجه الفن الراقي ايا كان، ان كان سينما مستوى عالي ولا ان كان مسلسل تلفزيوني ولا كان مقطوعه موسيقيه ولا المستوى فيها بيبقى من العوامل اللي بتدل على انه البلد فيها الطاقات البشريه اللي بتقدم العمل ده. ومفيش بلد متقدمه ما فيهاش فنانين كبار مزيكا يعني دي علامه من العلامات. طب لو احنا بقى بما ان احنا في مكتبه اسكندريه وعلى مسرح مكتبه اسكندريه، فانا عارف ان انت وقفت في مسارح كبيره جدا، جون اف كينيدي في امريكا وشانزليزيه في باريس والبرت الملكيه في لندن وغيرها كتير. احساسك ايه بقى وانت واقف على مسرح مكتبه اسكندريه وبتستقبل جمهور مصري؟ يعني انت بتروح وبتلف وبتستقبل جنسيات مختلفه من كل انحاء العالم. الجمهور المصري بالنسبه لك عامل ازاي؟ اصل الجمهور المصري هو اللي بيستقبلني. ايوه صح. دي حقيقة، هو اللي بيستقبلني، هو اللي يعرفني. انا بروح يعني حتت كتير بروحها، الناس بتستقبلني، واحد جاي يعمل حفلة هيلعب الأعمال الفلانية وخلصنا. ممكن ما يكون ممكن أكون أنا ما أعرفش ولا بني آدم في الصالة، أو ممكن بالكتير حد أعرفه ساكن هنا قال لي لما تيجي اديني خبر بتاع حاجات كده. لما باجي هنا ببقى الناس ممكن أعرفهم بالاسم تقريبا. لا مش بالاسم كلهم يعني، بس جمهورك هو اللي بيستقبلك زي ما انت قلت. طبعا ده الاختلاف الكبير. انما وانا بعزف ما بعزفش بشكل، ما اقدرش اقول اني بعزف بشكل مختلف، لاني زي حد بيقدم برنامج بتفكر في اللي بتقوله اكتر ما بتفكر مين اللي بيسمعك. صح. طب انت السنه اللي فاتت تقريبا اشتركت في مهرجان في الرياض مع حسن شراره. والحقيقه ده ياخدنا لسؤال مهم جدا، هو ايه رايك بقى في الجمهور السعودي او اللي بتعمله السعوديه دلوقتي، او الطفره في الرعايه الفنيه اللي بتقدمها دلوقتي؟ لا الحقيقه الواحد مش لا يملك الا يعني يبقى يحيي المجهود اللي بيتعمل تحيه كبيره قوي، لانه مجهود جبار بيتعمل وامكانيات كبيره قوي عشان المملكه السعوديه تنفتح على الفنون. ما كانش من سنه ما كانش في مجال انه حفلات زي كده تتعمل خالص، دلوقتي بتتعمل على مستوى عالي وفي جمهور بالمئات والالاف بيجي يحضرها، ومستواها الحقيقه مستوى الحفلات عالي جدا في اختيار الفنانين واختيار نصوص الاغاني وموضوع التنظيم بشكل عام. والتنظيم مش بتكلم على الحاجات اللي بتبهر عموم الناس، انا بتكلم على التفاصيل في كذا وكذا وكذا. انا ببص
للمنظومه نفسها. انك مثلا ادي مثال، انا اشتركت في حفله بتاعت روائع الموجي. فاللي عايز اقوله انه لما بيتعمل حفله المؤلف هو النجم فيها، دي انا افتكر حاجه تعتبر على حد علمي من الحاجات اللي ما شفتهاش كتير قبل كده، انه بتتعمل حفله المغني، حفله فلان الفلاني المغني، ان كان عبد الحليم ولا نجاة ولا عمرو دياب، يعني ايا كان اسم المغني، المغني هو النجم. المغني هو النجم. صح ولا غلط؟ صح طبعا. رايح حفله ام كلثوم، رايح حفله عبد الحليم. فكون انه يبقى المؤلف هو محور المناسبه، انا اشوف دي ذكاء كبير ونظره ما فيش شك انها قويه. لانها بتبين رؤيه، مش مجرد ان بنعمل حفله، لا احنا عندنا هدف. بتقدم المؤلف اولا، والمؤلف ده بيقدوه مؤديين غير اللي قدوا الاغنيه في البدايه. انما المؤلف هو يعني في النهايه بيتهوفن الباقي وانا معدي. صح. انا وغيري يعني بنتغير مفيش بقى. ده كان بيعزف من 30 سنه، ما بيعزفش خلاص، بطل ولا مات ولا جاله حاجه. انما العمل اللي بنعزفه مستمر. يعني موضوع انه المؤلف يبقى هو في قلب الموضوع، دي حاجه ذكيه. لا ده ذكاء كبير، ويوضح انه في رؤيه في الموضوع ده كله. والحقيقه عند يعني الهيئة الترفيه عامله شغل كبير قوي هناك الحقيقه، والواحد بيحييها. ويعني دي حقيقه بينظموا الحفلات بشكل معناها كبيره قوي عاملين، مدينين في امكانيات ضخمه كبيره جدا. انا عارف ان انت خلاص يعني خلاص تستعد بقى للحفله ان شاء الله، كمان وقت قليل تقريبا. فختاما كده انا عايز منك بقى، ازاي نربي ولادنا على الموسيقى الكلاسيكيه؟ ازاي نخلي ودنهم موسيقيه، يسمعوا مزيكا صح؟ يعني انت افنيت عمرك في المزيكا، فازاي ممكن تدي نصايح لاولياء الامور في ان هم يربوا ولادهم على المزيكا السليمه؟ المزيكا هي عمرها ما كانت متوفره بقدر ما هي متوفره النهار. دلوقتي صح. بس الـ 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 المشكله الوحيده انه دلوقتي في كل حاجه متوفره، الموسيقى الكويسه، الموسيقى الوحشه، الموسيقى دي او الغير الموسيقى، في يعني على مستوى الاخبار، اخبار صح واخبار غلط واخبار كذب وفيك نيوز واللي انت عايزه. يعني دلوقتي المشكله انه لازم يكون في حد، بالذات الاطفال لازم يكون حد يختار لهم، مش يمنحهم، ما حدش يختار لهم، لازم يختار لهم الحاجه اللي يشوفوها. لانه حكايه ان حد يمنح حد من حاجه، دي انا شفت انها خلاص زمن وانتهى من زمان. يعني الاختيار زمان كان يقول لك ممنوع الاقتراب والتصوير دلوقتي لازم تصور من غير ما تقترب. صح، من غير اي حاجه دلوقتي تقدر تعمل اي حاجه وانت الناحيه الثانيه بيصورك. دي حقيقه. استاذ رمزي احنا حقيقي مبسوطين جدا، الكلام معاك ما بيخلصش، ولسه الاسئله صراحه عندي كتير، ولكن انا عارف ان خلاص انت بتستعد عشان خاطر الحفله اللي ان شاء الله انا متاكد 100% تكسر الدنيا كالعاده. ان شاء الله عشان نستمع ان شاء الله. شكرا على الاستقبال ده، شكرا جزيلا للاستضافه دي. الحقيقه احنا بنشكر يعني احمد دياب على اللقاء الحلو اللي امتعنا بيه مع الموسيقار العالمي رمزي ياسا. حقيقه من اللقاءات الحلوه قوي، ولما بنتكلم في الفنون كده وبنتكلم في الموسيقى وبنتكلم، تبقى الحوار ممتع وبيودينا كده في حته تانيه. مشاهدينا الكرام، وصلنا بقى مع حضراتكم لاهم واخر الاخبار. مصدر حكومي مطلع يؤكد اداء مراسم حلف اليمين للحكومه الجديده اليوم بمقر رئاسه الجمهوريه يعقبه اجتماع للحكومه الجديده. اوضح المصدر ان هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث اخرى في اطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكوميه لمواكبه التحديات، مشيرا الى ان التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، في مقدمتها حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء، مع إجراء تغييرات موسعة بحركة المحافظين. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. أكد دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تنمية الساحل الشمالي في إطار مخطط استراتيجي شامل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع
تاوس ميد في منطقة الساحل الشمالي بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 21 مليار دولار أمريكي. وأشار مدبولي إلى استهداف الدولة مضاعفة عدد السائحين الأجانب بحلول عام 2030، مشيرا إلى السعي لإتاحة المزيد من فرص العمل بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات. يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. كما تبحث الجلسة طلب مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن أن 270 مريضا إلى جانب الطواقم الطبية غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية. وأضاف بيبركورن في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن أوامر الإخلاء الأخيرة أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء. كشفت وكالة الأونروا عن توقعاتها باضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددا من مدينة خان يونس رغم عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. وقالت الأونروا إنه بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى مدينة خان يونس المدمرة جنوب القطاع أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة. وأضافت أنه مرة أخرى تواجه الأسر النزوح القسري، وتشير التقديرات إلى أن 250 ألف شخص سيضطرون إلى الفرار رغم أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. أعلنت المقاومة اللبنانية إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وذلك ردا على مقتل لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية جنوب البلاد. وأشارت المقاومة اللبنانية إلى إطلاقها عشرات الصواريخ من نوع كيتيوشا على سكنات ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني. من جهته لفت الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 مقذوفات من بين 15 مقذوفا أطلق من لبنان، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، وكمان انتهت حلقتنا النهاردة من صباح البلد. بنتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم. يمكن حلقتنا خلصت، لكن يومنا على صدى البلد مازال مستمرة من خلال مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات والأحداث اللي ممكن أنها تبقى يعني موجودة مع حضراتكم النهاردة على شاشة صدى البلد. وخصوصا أن احنا يمكن ربما أقل من ساعات بتفصلنا عن إعلان التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الجديدة وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وبعدها إن شاء الله تبدأ بقى رحلة الحكومة في يعني النهوض بوطننا، وإن احنا يعني تقوم بخدمة يرضى عنها المواطن المصري. مشاهدينا الكرام بشكركم جدا واشوفكم بكره على خير. لكم مني كل التحيه، انا فاتن وعبيده طبعا كانت معانا النهارده في الحلقه. شكرا ليكم واشوفكم بكره على خير.